بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الحادي عشر في الحلقة الثانية، الأفلاك المهجنة، تهجين SP3 وتهجين SP2. في البداية هذا السؤال موجه لكم: متى تستطيع الذرة تكوين رابطة تساهمية؟ أبسط جواب لها راح يكون عندما يمتلك أحد أفلاكها إلكترونا منفردا تبعا لنظرية رابطة التكافؤ. وهذا السؤال دائما يدور في أذهان الطلاب من الصف العاشر والحادي عشر: لماذا لا تكون الغازات النبيلة أي روابط، أو يطلق عليها غازات خاملة أو الغازات النبيلة؟ والسبب هو لأنه لا يمتلك أي من أفلاكها إلكترونا منفردا، جميع الأفلاك عندها مكتملة وممتلئة تبعا لنظرية رابطة التكافؤ. علل: لا يمكن الاعتماد على نظرية رابطة التكافؤ لتفسير الترابط في بعض الجزيئات مثل الميثان CH4. لما نتكلم عن رابطة التكافؤ أو نظرية رابطة التكافؤ، كان ينتج لنا كما هو واضح أمامكم فلك ذري اللي هو راح يكون 2PZ، راح يكون فارغ ما في أي إلكترون، وتقول رابطة تساهمية تتكون عند وجود فلك لديه إلكترون منفرد فقط. ففي هذا الشكل راح تتكون لي رابطتين فقط. وشلون راح يكون عندي رابطتين والجزيء CH4 اللي لازم يكون فيه 4 روابط؟ فهني ثبت في التجربة العلمية أن ذرة الكربون تستطيع تكوين 4 روابط تساهمية مثل الجزيء CH4. شلون راح يصير هذا الشيء؟ مثل ما هو واضح في الرسم أمامنا أن الترتيب الإلكتروني في الوضع الطبيعي للكربون 1s2 2s2 2p2، فتوزع أن أنا عندي إلكترونين منفردين في الفلك البي اللي هو 2px و2py. ولكن ثبت في التجارب العلمية عند استثارة الإلكترون وإمداده بالطاقة، الإلكترون الموجود في الفلك 2s، احنا عندنا إلكترونين في 2s2، فأثير أو استثير أحد الإلكترونات الموجودة في هذا الفلك فتزداد طاقته ولا يتحمل أن يتواجد في نفس الفلك، فينتقل إلى الفلك الفارغ اللي موجود في 2p. وهني تكون لنا ترتيب إلكتروني جديد في الوضع المستثار، وتكونت لي 4 أفلاك فيها إلكترون منفرد وتستطيع أن تكون رابطة تساهمية أحادية. فأيضا مثل ما هو واضح بالشكل أمامنا، ارتبط الـ1s للهيدروجين مع الـ2s للكربون، 1s للهيدروجين مع الـ2p للكربون اللي هي 2px، 1s مع الـ2py، 1s مع الـ2pz. فهني تكون لي شكل جديد من الأفلاك أطلقنا عليه الفلك المهجن SP3، لأنه هو فلك S مع 3 أفلاك من البي دشوا في حالة الاستثارة، فأطلق عليهم الفلك المهجن SP3. وهذا يدخلنا على نظرية الأفلاك المهجنة، مثل ما أنتم أخذتوا في مادة الأحياء عن علم التهجين، وهو مثال أني أنا أزاوج حيوانين مختلفين فينتج لي حيوان جديد بصفات جديدة غير موجودة في الحيوانات الأصلية. فنفس الشيء راح نتكلم في الكيمياء، عند تهجين الأفلاك راح يتكون لي فلك جديد بصفات جديدة. فنظرية التهجين تنص أن عند اندماج فلكين مختلفين عادة اللي هما الأس والبي، يتكون فلك جديد يسمى الفلك المهجن، يمتاز بخواص وسطية بين الأفلاك التي خضعت للتهجين. ملاحظات مهمة جدا: يعتمد التهجين أمثل عليه الـSP3 الـSP2 والـSP على نوع الأفلاك المندمجة،
فإذا قلنا الـ SP3 نوع الأفلاك S مع الـ PX والـ PY والـ PZ صار عندهم تهجين واندماج فصار SP3. أما الـ SP2 S مع الـ PX والـ PY فصار عندي SP2. أما الـ SP راح يكون الـ S مع الـ PX فقط. يحدث التهجين بين أفلاك الذرة الواحدة. هني ما نتكلم عن التداخل، نتكلم عن التهجين، فإحنا داشين داخل الذرة الواحدة. فيحدث التهجين بين أفلاك الذرة الواحدة، بينما يحدث التداخل بين أفلاك ذرتين أو أكثر. وآخر شيء يحدث التهجين أولاً ثم بعدها يحدث التداخل. أنماط التهجين وهذه الصورة أو الرسم اللي أمامكم راح يوضح لكم أكثر ما هي أنماط التهجين. تهجين SP3 يكون عندي 4 أفلاك مهجنة ولا يوجد أي فلك غير مهجن. من كذي احنا قلنا SP3 راح يصير عندي 4 أفلاك. أما تهجين SP2 راح يكون عندي 3 أفلاك مهجنة SP2 وفلك واحد غير مهجن اللي راح يكون هو PZ. أما تهجين SP فراح يكون عندي فلكين مهجنين S و P مع بعض وفلكين غير مهجنين. أولا راح نتكلم عن تهجين SP3 الذي ينشأ عن التهجين رابطة تساهمية أحادية. نبي نشوف شلون ممكن نرسم التوزيع الإلكتروني في الأفلاك التي خضعت للتهجين SP3 في ذرة الكربون قبل التهجين وبعد التهجين. لما نتكلم عن الأفلاك الغير مهجنة حسب نظرية رابطة التكافؤ راح يكون بالرسم الواضح أمامنا. عندي الفلك S في إلكترونين والفلك P اللي هو 3 أفلاك PX PY PZ لديه إلكترونين فقط. أما نظرية التهجين فقد تم استثارة الإلكترون الموجود في فلك الأس ونقله للفلك بي كما هو واضح أمامنا. فهني أنا حاط لك شوية تفصيل عن التوزيع الإلكتروني 1s2 2s2 2p2. ففي الأفلاك الغير مهجنة راح يكون فلك 2pz فارغ ما في أي إلكترون. أما وضع الذرة بعد التهجين فراح يتكون لي الفلك المهجن الجديد SP3. شلون أنا ممكن تتكون عندي الروابط في جزيء الميثان CH4؟ في البداية يندمج الفلك 2S في ذرة الكربون مع الأفلاك الثلاثة 2P لتكوين 4 أفلاك مهجنة SP3. ثم تتداخل الأفلاك المهجنة SP3 الأربعة لذرة الكربون مع أفلاك 1S لذرات الهيدروجين الأربعة فتتكون عندي 4 روابط تساهمية أحادية سيجما. الملاحظات: أولا تترتب الأفلاك SP3 المهجنة في اتجاه قمم رباعي السطوح وتكون الزاوية بين الأفلاك المهجنة 109.5 والذرة التي يحدث بها هذا النوع من التهجين ترتبط بأربع روابط سيجما كما هو واضح بالرسم أمامنا لجزيء الميثان. أيضا أشكال مختلفة تشرح لي الفلك المهجن SP3 وجزيء الميثان كما هو واضح أمامكم في الرسم. ناخذ التهجين في جزيء الإيثان، أيضا راح يكون التهجين في SP3 كما هو واضح أمامنا لذرة الكربون. أنا عندي ذرتين كربون مرتبطين بثلاث ذرات من الهيدروجين ولكن في رابطة بين ذرتي الكربون. هني إذا أنا جزأت راح تصير كل ذرة كربون تكون 4 روابط تساهمية أحادية سيجما، واحدة بين الكربون والكربون وثلاثة بين الكربون وذرات الهيدروجين كما هو واضح بالرسم. ثانيا التهجين SP2 ينشأ عن هذا التهجين رابطة تساهمية ثنائية
والمثال اللي راح ناخذه في التهجين SP2 هو جزيء الإيثين. جزيء الإيثين لديه ذرتين من الكربون، فراح نعيد مرة ثانية نستذكر شلون الترتيب الإلكتروني والتوزيع في ذرة الكربون الغير مهجنة وذرة الكربون المهجنة حسب نظرية التهجين في SP2. فكما هو واضح أمامنا، لما أنا أرسم التوزيع الإلكتروني في الأفلاك التي خضعت للتهجين SP2 راح أشوف ذرة الكربون قبل التهجين حسب نظرية رابطة التكافؤ عندها فلك فارغ ما فيه ولا إلكترون، ثم عند تهجينها إلى SP2 راح يكون عندي ثلاث أفلاك مهجنة SP2 وفلك غير مهجن اللي هو PZ. ينتج عن هذا النوع من التهجين فلك له شكل هندسي مثلث مستوي بزاوية قدرها 120 درجة. الذرة التي يحدث بها هذا النوع من التهجين ترتبط بثلاث روابط سيجما وبرابطة باي. مثل ما هو واضح أمامنا بالرسم أن أنا عندي ثلاث روابط تساهمية أحادية سيجما، ثنتين مع الهيدروجين لأن ذرتين هيدروجين وواحدة مع الكربون، ثم تنتج عندي الرابطة التساهم الثنائية اللي هي الرابطة باي بين الذرتي الكربون. وبهذا ننتهي من الدرس الثاني. شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.